Apologies. I now give the floor to His Excellency Mr. Ahmed Al-Gubayt, Secretary General of the League of Arab States. Thank you, Mr. President. شكرا سيدي الرئيس. سيد الرئيس، صار واضحا لدينا جميعا اليوم أن ما نخشى منه قد وقع. لقد انتقلت شرارة النار التي أشعلها الاحتلال في غزة إلى لبنان، الذي تعرض سكانه خلال يومين لضربات عشوائية غاشمة لم يروا مثيلا لها منذ عقدين. الآن نفهم لماذا رفض الاحتلال الإسرائيلي المقترح تلو المقترح لوقف إطلاق النار في غزة. إسرائيل ببساطة لم تكن ترغب في وقف الحرب، وإنما في توسيعها، معرضة شعوب المنطقة كلها لوضع بالغ الخطورة ومقامرة بحياة الناس ومستقبل السلام الذي ترسخ مع بعض الدول العربية لعقود، وضاربة عرض الحائط بكل محاولات وقف هذا الانزلاق المتهور نحو الهوية. كان الطريق واضحا من أجل نزع فتيل التصعيد، وقف الحرب الظالمة والغاشمة والدموية على غزة، كان كفيلا بتهدئة الأوضاع على الجبهة الشمالية لإسرائيل مع جنوب لبنان، وإعطاء الدبلوماسية فرصة لجلب الهدوء. ولكن إسرائيل اختارت توسيع دائرة النار والدم لتعتدي على دولة عربية ذات سيادة يعيش شعبها اليوم في قبضة الخوف والترويع. وأقول بصراحة أن العجز أمام مواجهة الوحشية في غزة، بما فيها عجز هذا المجلس الموقر الذي يجسد الإرادة الدولية، هو ما شجع قادة إسرائيل على التصعيد. لقد وجدوا الطريق ممهدا ومفروشا بغياب المحاسبة وغياب العقاب، بل وغياب أي ضغط حقيقي لتغيير المسار. نحن نعرف كيف تشتعل الحروب، لأننا عشنا هذه التجارب الأليمة في الشرق الأوسط لعقود. ما تفعله إسرائيل اليوم هو استدعاء متعمد وأحمق لعاصفة لن يكون أحد بمدأ عن أذاها ومخاطرها، لن يكون أحد بمنأى عن أذاها ومخاطرها. ما تفعله إسرائيل شهدنا مثله كثيرا في التاريخ الحديث للشرق الأوسط، وتعلمنا الدروس واستخلصنا العبر. ولكن البعض تصور له غطرسة القوة أنه قادر على تحقيق أهدافه بقتل أكبر عدد ممكن من البشر. البعض يتصور أن السلام لا يتحقق إلا مخضبا بالدماء، وأن الدول تعيش بالسيف وحده. إذا ترك هذا الجنون ليسود، سنجد أنفسنا أمام سلسلة لا تنتهي من الدم والخراب. إن أمامنا اليوم فرصة حقيقية للتراجع عن الهاوية. الرئيس بايدن قال بالأمس في الجمعية العامة إن ثمة فرصة للحل الدبلوماسي. وأقول أن هذا المجلس لابد أن يطلع بمسؤولياته لجعل هذا الحل واقعاً وفي أسرع وقت ممكن. هذه الحرب يجب أن تتوقف اليوم، الآن، في غزة وفي الضفة وفي لبنان. علينا أن نتحرك قبل فوات الأوان. علينا أن نتحرك قبل فوات الأوان. شكراً جزيلاً سيادة الرئيس. I thank His Excellency Mr. Abdul Gate for his statement. أشكر سعادة السيد أبو الغيت على هذا البيان.